مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. طبعا النهارده معانا فيديو جديد، معانا كلب جولدن عمره بالظبط 9 شهور. تمام، هو ستار جاي يتدرب طاعه. طبعا هو لا يفقه شيء طبعا في الطاعه خالص، ما عندوش اي حاجه. بس هو احنا طبعا دي اول يوم النهارده ليه، هنبدا ازاي نتعامل معاه في الطاعه وهنبدا ازاي نشتغل معاه. طبعا احنا القناه بتاعتنا يا جماعه اهم حاجه طبعا عشان نبدا يعني اي حاجه جديده نعملها مع تشوفوها وكل الكلام ده، هتبتدي ان انت تخش على القناه بتاعتنا K9 احمد علي. طبعا اللوجو هتلاقي K9 دوجز تريننج، هتخش وتشترك في القناه وتعمل سبسكرايب. تمام، وعشان يوصلكم كل جديد طبعا بالنسبه للايه للفيديوهات بتاعتنا، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير الفتره اللي جايه. تمام، وطبعا هنوريكم الاخ ده لسه طبعا في البدايه، وهنبدا نشتغل معاه ازاي ومن غير مكافئات. تمام، يلا ويلكم ستار. هاي ستار، طبعا ده مش شايفين كده، هو مركز معايا اصلا، مركز خالص. فاحنا بنبتدي ستار ستار سي جود ستي ستي. طبعا ناس كتير هتقول لي هو الكلب ده تقريبا شكله متدرب، بالعكس يا جماعه والله دي اول سيشن للكلب ده، اول مره اتعامل معاه. هيك هاي هاي، طبعا الكلب لما يسيبني بيمشي برجع انا بعيد ابتدي امسك الليش. هيك شجع الكلب، الكلب ابتدى يبقى كويس معايا. هيك Stay.